السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر جديد من السودان، تم تسليم ملف السد من الخارجية المصرية لوزارة الدفاع المصرية. رئيس الأركان المصري محمد فريد يصل الخرطوم وملامحه تعبر عن غضبه. يعني موضوع المفاوضات انتهى، وموضوع الخارجية انتهى، الملف السد حاليا في يد القوات المسلحة، وتم توقيع اتفاقية الآن اهي قدامكم، توقيع اتفاقية بين مصر والسودان، اللي يوقعان مذكرة التعاون المشترك بموجبها استخدام المجال الجوي السوداني وإقامة قواعد عسكرية. اهو قدامكم الجيشان المصري والسوداني يوقعان مذكرة التعاون المشترك. وبعد ذلك أثيوبيا تدعو مجلس الأمن إلى مطالبة مصر والسودان بإثبات حسن النوايا. طب مصر والسودان لهم أكتر من 10 سنين عايزين اتفاق، وانتوا بتقولوا لأ، انتوا عايزين تعطشوا مصر وتقولوا ملء السد ده بدون اتفاق بين مصر والسودان، واللي يعطش يعطش والمية ميتنا. يبقى فين حسن النوايا بقى؟ حسن النوايا كنتوا بديتوا بيها انتوا. الرئيس السيسي يقول يخطئ من يظن ان الصبر المصري تردد او ضعف. الكلام ده اليوم الجمعة 25/6/2021، الرئيس السيسي يقول يخطئ من يظن ان الصبر المصري تردد او ضعف. ده توقيع الاتفاقية. وفي خبر أيضا إن الجيش المصري بعد ما خلص المناورة لم يعود من السودان، موجود الآن في السودان. ففي اتفاقية استخدام المجال الجوي وإقامة قواعد عسكرية في السودان وإحالة ملف سد النهضة إلى القوات المسلحة. إذا رئيس الأركان أهو في السودان توقع مع رئيس الأركان السوداني مذكرة التعاون المشترك، وحاليا أهو أهو توقيع أهو رئيس الأركان المصري والسوداني، وادي الخبر، توقيع اتفاقية عسكرية بين مصر والسودان تتيح لمصر استخدام المجال الجوي السوداني وتواجد قواعد عسكرية. إذا موضوع السد زي ما قلنا في بداية، الملء الثاني لن يتم، الملء الثاني القوات العسكرية القوات المسلحة المصرية استلمت الأمر ونحن في يد أمينة. وسبق وقلت لكم نحن لسنا في خطر بل نحن الخطر. تحيا مصر، تحيا مصر، وإن شاء الله النصر لمصر، وإن شاء الله أرض بني شنقول تعود للسودان ومصر، وينتهي قصة سد النهضة والمزعج بالنسبة للمصريين والسودانيين. وحاليا يوجد عطش في السودان، في يعني أماكن في السودان لم تصلها الماء. فإذا موضوع السد ده موضوع صعب جدا. أهو تم تسليم ملف السد من الخارجية المصرية لوزارة الدفاع. هذه صور خبر أيضا يقول عاجل، السودان يتحدث عن احتمال الحرب مع أثيوبيا والنزاع على الأراضي الحدودية. هذا الخبر مهم جدا جدا جدا، أن السودان يتحدث عن احتمال الحرب مع اثيوبيا والنزاع على الاراضي الحدوديه. والاراضي الحدوديه معروفه، اللي هي الفشقه الكبرى والصغرى وبني شنقول. بني شنقول المقام عليها سد النهضه هي ارض سودانيه، تم سودانيه مصريه تم منحها لاثيوبيا بموجب اتفاقيه 1902
لكي لا تقيم أثيوبيا سدود. وموجود أيضا في بند الاتفاقية البند رقم 3، إذا أقامت أثيوبيا أي سدود على أرض بني شنقول تعود أرض بني، تكون الاتفاقية كأنها غير موجودة. إذا السودان سيسترجع بني شنقول. السودان ومصر اتفقا على اتفاقية عسكرية، وأثيوبيا تتحدث والسودان يتحدث عن احتمالات الحرب والنزاع على الأراضي الحدودية. إذا من يومين كده السودان أخطر مجلس الأمن أن سد النهضة يمثل تهديد للأمن القومي السوداني وتهديد للأمن القومي المائي السوداني. وسبق أن مصر أخطرت مجلس الأمن أن سد النهضة يمثل تهديد أيضا للأمن القومي المصري المائي والأمن القومي بصفة عامة. مسألة وجود، الرئيس السيسي قال مسألة وجود، وسبق أن صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مياه النيل خط أحمر واللي عايز يجرب يجرب. فيبدو أن أثيوبيا تستمر في العناد وتستمر في محاولة قطع المياه عن مصر والسودان، وبذلك تكون هي التي بدأت بالعداء. من يقطع الماء فهو يعادي الشعب، كما قال شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب أن الماء من عند الله ولا يستطيع أحد أن يمن به على أحد. هذه صور من السودان. إذا موضوع الماء تم تسليمه للقوات المسلحة المصرية، ومتوقع خلال الأيام القليلة القادمة تسترجع بني شنقول وتعود إلى حضن الوطن المصري والسوداني. ونقول تحيا مصر، ويفرح الأشقاء في بني شنقول الذين يدعون مصر والسودان إلى أن يعودوا إلى حضن الوطن. يبدو أنه حان الوقت أن تعود بني شنقول وتعود إلى حضن الوطن مصر والسودان. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا السودان، تحيا كل البلاد المحبة للسلام. 10 سنوات ومصر تنتظر من أثيوبيا توقيع اتفاق ملزم. الاتفاق كان بيقول إن حصة مصر لا تنقص من المياه، وبذلك استمرت أثيوبيا في عنادها. وهذا هو الاتفاق أمامكم. تحياتي لكم، واشتركوا في القناة ظريف الأديب.